ينضم إلينا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل، كيف تطور الوضع في اليمن بشكل عام في الساعات الأخيرة اليوم، وأين تتركز أبرز المواجهات؟ نعم نادين، يعني جبهة تعز هي دوما يعني الأكثر اشتعالا وحدة في المواجهات، فحتى هذه اللحظة المواجهات تدور بشكل متقطع خاصة في الجبهة الغربية وهي جبهة الضباب من مدينة تعز، بالإضافة إلى بعض المواجهات المتقطعة وسط المدينة وفي شرقها، ومع بالتزامن أيضا مع بعض الغارات الجوية لطيران التحالف على عدد من المواقع، لكن أيضا برزت خلال الأيام الأخيرة جبهة دمت في أطراف مدينة الضالع الجنوبية، حيث ازدادت هذه المواجهات حدة بين الحوثيين من جهة والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي، خاصة في منطقة دمت على أطراف مدينة الضالع. العدد يتزايد يوميا من القتلى والجرحى من الطرفين، ولكن اللافت أيضا أن هناك غارات مكثفة لطيران التحالف استهدف اليوم وفي أيام سابقة وتحديدا اليوم عدد من المواقع لتجمعات الحوثيين في مدينة دمت وفي عدد من الجبهات في الضالع، وذلك بالتزامن مع محاولات الحوثيين استعادة السيطرة على بعض أجزاء مدينة الضالع. شكرا. المحررة منذ أشهر. من صنعاء مراسلنا خليل القاهري، شكرا لك.